عندنا مكرونه ماك اند تشيز، ماك اند تشيز بس هنعملها النهارده بالجمبري. عباره عن مكرونه مسلوقه، لبن، فصوص من الثوم، دقيق، وبهارات. خلاص تمام. عندنا كمان جبنه تشيدر احمر واصفر وزبده وجمبري. البهارات دي بهارات الكاجن، حلوه جدا جدا للوصفه دي. هي اصلا البهارات اللي بحسها بتليق على الجمبري والفراخ قوي. طيب انا بس زودت كده وانا جايه اشوف المقادير دلوقتي، حسيت ان انا هتبقى الطف لو حطينا بصل احمر مكعبات كده صغننه، وكمان ممكن ازود فلفل حامي. خلاص طيب هنحط كده ايه، نسخن الووك او الطاسه كويس قوي. ممكن احط فصين توم قبل ما احط الجمبري عشان يديله نكهه حلوه قوي. اوكي كده ماشي، يبقوا كرانشي كده، هيطلع النكهه بتاعته. ماشي، اجيب بقى الجمبري واحطه، التوم بس ريحته بس تطلع كده اهي. الله، ريحه حلوه قوي بجد، يعني ريحه الثوم مع الزبده من الروائح الجميله جدا على فكره. هحط كده بقى، وهقلب. احط حبة من توابل الكاجن هنا كده، واسيب بس ايه الجمبري كده ايه يشكشك شوية. هغطيه، بياخدش وقت. وهجيب المكرونة برضو اقلبها مع الجمبري عشان نبتدي بقى نعمل الكريمه بتاعت الماك اند تشيز، اللي هي عباره عن ايه. اهم حاجه في الماك اند تشيز ان يبقى فيه جبنه تشيدر احمر واصفر، او ممكن نستغنى عن الاصفر ونخليها احمر بس، خلاص عشان حتى اللون يبقى قوي. ساعات بنحط لون طعام اورانج كده فاتح، ساعات بنحب نحطه لو انتوا برضو حابين تحطوا، لو مش حابين تحطوا اي الوان هو بتبقى كفايه طعمها، يعني هو كفايه اصلا طعمها. هنستخدم الدقيق عشان نعمل الصوص يبقى تقيل شويه، والزبده، ومعانا اللبن، وممكن كمان لو حابين نضيف حبه كريمه، لو مش عايزين براحتكم. خلاص اهو الجمبري ابتدى يشكشك اهو. هبتدي بقى اعمل ايه، اقلب مع المكرونه عشان تاخد الطعم بتاع الايه الجمبري اهي كده. احط حبة كمان كده، وابتدي بقى احط التوابل. جيبوا الكاجن ده خليه عندكم في البيت، هيدي لكم نكهة حلوة قوي للأكل. واحط مكعب، لا مش لازم احط الزبدة، انا لسه هحطها للدقيق. هقلب كويس قوي اهو. ماشي، بعدين هجيب اللبن كده. بس اللبن ليه؟ اللبن اول ما هيسخن هيطلع لي النكهه قوي بتاعت الجمبري وبتاعت المكرونه. مش في حاجات كده لما بنحطها بتطلع نكهتها، زي صوابع الكابوريا بالظبط. الكراب دي لما بسلقها بس حاجه بسيطه كده في ميه مغليه، الطعم بتاعها بيبتدي يظهر كده. خلاص اعمل ايه بقى، احطه هنا كده. خلاص احطها هنا، اسيبها دلوقتي على جنب، وابتدي بقى احط الزبده. الماك اند تشيز من الحاجات اللي بتتخن ماشي، بس تبقوا عارفين. عندنا هنا بصل احمر وفلفل وتوم. خلاص عقبال بس ما الزبده تسيح
هجيب فص تومة اهو التوم، هجيب الفلفل، هجيب بارد وحار عشان بس ايه ما يبقاش سبايسي قوي علينا كده اهو. هنحط بقى الفلفل مع التوم، هحط حبة من البصل الأحمر بس مش عايزاهم يستووا خلاص اه. كده وأقلب كده ايه تمام، انا مش عايزاهم يستووا، انا بس ايه عايزاهم يتشوحوا كده. هبتدي احط الدقيق. عايزه اقول لكم الطعم ده خطير، انا متاكده ان انتوا ما عملتوش قبل كده. طعم الفلفل مع الزبده والثوم والبصل، هحط عليهم الدقيق واقلب. الدقيق بياخد نكهه الخضار جميله جدا 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 فوق ما انتم تتخيلوا يعني. خلاص هحط اللبن بقى اهو. نقلب، بصوا بقى هنقلب كويس قوي قوي بحيث ان الدقيق يدوب جوه اللبن، وبعدين اهدي النار خالص عشان الدقيق يستوي. بصوا بقى، بصوا الدقيق استوى ازاي، وبصوا بقت الكريمه عامله ازاي. عايزه اقول لكم يعني طعمها خطير خطير. نفتكر بقى مع بعض عملنا ايه. حطينا زبده، وحطيت فص واحد من الثوم، فرمته فرم كده خشن، وبعد كده حطيت البصل الاحمر المفروم الاحمر مش الابيض، بيدي طعم حلو قوي خلاص. وبعد كده حطيت فلفل بارد مع فلفل حار، الا بقى لو انتوا عايزين تستغنوا عن حاجه منهم مفيش مشكله. بعد كده شوحتهم مع الدقيق، حطيت لبن وسبته بقى لحد ما يستوي. بصراحه حطيت في الفاصل مكعب مرقه خلاص اهو تمام. اوكي خلاص كده تمام تمام. ايه عماله تعمل كده. هنحط بقى الجبنه بقى الفظيعه دي، شايفين ماك اند تشيز. ايه تهالي محدش ما بيحبش الوصفه دي غير الناس اللي هي ضد الجبن يعني، لكن كله بيحبها. ابتدي بقى احط الحاجات الجميله دي انا قلت ان الكريمه اختياريه، عايزين تحطوها حطوها مش عايزين تحطوها براحتكم خلاص. بس بصراحه يعني بيني وبينكم الكريمه هتديها طعم حلو قوي، بس لو مش عايزين تحطوها هتطلع حلوه برضو. خلاص اهي بقت جاهزه خلاص ان احنا ايه نغرفها. احطها كده